طبعا مستمرين مع حضرتك يا كابتن هيثم، ومعي طبعا ملكه الارسالات، واحده من نجوم النادي الاهلي، ايه خالد. ايه طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك، ببارك لك طبعا يا ايه. ما شاء الله، يعني من نقدر نقول من ثلاث مباريات في بطوله الدوري، ايه خالد بتقدم اداء متميز جدا مع فتيات الذهب، ببارك لك تاني يا ايه طبعا. الله يبارك فيك، ميرسي جدا. المباراة النهاردة ازاي؟ يمكن انا عارفة انه يمكن طبعا كان في توقعات نادي الزمالك هو اللي يكون في المباراة النهائية، احكي لي كده طبعا وانتم في المعسكر وفي اوضة اللبس، يمكن طبعا يمكن التوقع كان نادي الزمالك، ولكن لما لقيتوا نادي الشمس هو في النهائي اتكلمتوا مع بعض وقلتوا استعدتوا ازاي للمباراة دي؟ اكيد احنا طبعا توقعاتنا كانت ان احنا هنلاعب الزمالك، بس اول ما شفنا المصري خلص كده بدأنا على طول خلاص نغير الخطة ونشوف الشمس وندرسهم وعملنا سكاوتنج عليهم كويس، وطبعا كان في محاضرات النهارده عشان نعرف اخطاء نادي الشمس ونعرف نلعب عليها كويس، والحمد لله النهارده نفذنا كل اللي اتقال لنا، والحمد لله كان سبب في سهوله المكسب النهارده الحمد لله. الحمد لله يا ايه، ويمكن يعني ان شاء الله ما دون راحه، ما فيش راحه ليكم طبعا، يمكن بعد كاس مصر على طول تبداوا تجهزوا لبطوله افريقيا. يعني اظن مش هنكمل يوم راحه، وان شاء الله هنبدا نخش معسكر افريقيا. طبعا احنا عدينا فتره مهمه، بس الفتره الجايه اهم طبعا، عشان احنا السنه اللي فاتت ما اشتركناش في افريقيا، فعندنا هدف جديد، فان شاء الله يكون ناخد افريقيا باذن الله. والله ايه، ومستنيين منك بقى نفس المستوى ده ان شاء الله في بطوله افريقيا، وتفرحي جميع جمهور النادي الاهلي والله باذن الله ان شاء الله.